السلام عليكم طلاب، اليوم نحاول انه نراجع الشابتر 2. طبعا انه لانه كطلاب عندنا اجوا متاخرين، فلازم انه شوي نراجع حتى انه يتفهمون، لان المحاضرات هاي ما مسجله بوقتها بالمحاضرات بالصف شرحناها. شابتر 2 وشابتر 11 كلش دافن كلش مهمات، باعتبار انه اساسا هي عن الاوبريشنال امبليفاير، واللي اصلا تقريبا انبنت عليها بقيه الشابترات. اذا تذكرون قلنا اوبريشنال يعني شنو؟ العمليات الرياضيه، يعني مثلا الضرب، القسمه، يعني الطرح، الجمع، العكس، النط، نفس القيمه. اضافه لانه امبليفاير، يعني اذا نفس القيمه مثلا ممكن انه بس يكبر نفس يعني هي تبقى ساين ساين وتطلع ساين. ف ايش يساعدنا انه كلها بس اثنين ساين مثلا، ممكن انه تدخل ساين وتطلع ساين، بس عندنا نقول انه بدون اي تغيير بالقيمه، لكن تصير بها فقط تكبير. زين، هي طبعا احنا اكو سنجل اندد، يعني بها اوتبوت واحد فقط، بها دبل اوتبوت. زين، واحنا اساسا هي كديفرنشال، يعني انه ممكن نسويها مقارن، ممكن نسويها مفاضل. هاي اللي هي اوت، يعني عندنا اثنين اوتبوت، احنا دائما نستخدمه واحد اوتبوت، يعني اللي موجود عندنا دائما الاستخدامات اللي هو هذا، نستخدمه دائما في المختبرات وتطبيقه اكثر شيء عملي. اذا تلاحظون هنا مثلا ممكن انه يصير ديفرنشال بين اثنين، نقارن بين موجتين، وراح يكون الخارج مالتنا اللي هو ديفرنشال سيركت. اهم شيء احنا ما نرجع كلش للاساسيات، نشرحها بالتفصيل لانه احنا تقريبا شارحينه شلون يصير البايزنج، شلون يصير يعني الكرنت يدخل، وشلون تطلع النتيجة. اذا تتذكرون هذا المثال كان كلش حلو، احسب لي شلون شنو التيارات، شنو الفولتيات، شقد. احنا بوقتها حللنا هذا القانون كلش بسيط. هذا اساسيات الترانزستور عندكم بالثاني اخذتوهم، نفسيته انه نحسب التيار ونحسب الاي سي ونحسب البي سي والبي سي اي، كلها بالنتيجة انه على هذا المثال. زين، دائما احنا اذا تذكرون بكل شابتر او بكل محاضرة شنو نروح؟ نروح على الابلكيشنز، التطبيقات مالتي. احنا كم تطبيق عندنا مثلا، وين نستخدمه، شنو الفائدة منه؟ يعني مثلا هسه هذا مثال حلو ايضا، انه نبي حسابات شلون نحسب شقد التيار شقد الوقتية. اللي يهمني انه هو هسه التطبيقات، خلنا نروح للتطبيقات، اعتقد هاي ما اخذناها قلنا ترك. زين، هاي الاوبريشن امبليفاير احنا تطبيقاته من بيسكس مالته، انه عندنا انفرتر ونون انفرتر. انفرتر شو يسوي لنا؟ يعكس الاشعة، والنون انفرتر شو يسوي لنا؟ ما يعكس الاشعة. هذا الانفرتنج امبليفاير، يعني اذا دخلت لي هنا موجة، اذا تلاحظون هنا ما تدخل الموجة مثلا، راح هنا تنعكس. قانونها شنو؟ هذا القانون، هاي الدالة. وين تجي لي؟ تجي لي على السالب، يعني انفيرتر. تجي لي على الموجب، الموجة نفس الربط. الفيدباك اخذناه احنا يعني بالشابتر يمكن 12. الفيدباك هو يفيدني، هو اللي سوالي حسن لي من الامبليفاير. يعني هنا انا ار فيدباك على ار ان،
تأكيد ال V1 تطلع للنتيجة. إذا تلاحظون النار حتى النار قيمتها كلش بسيطة، مثال بسيط. النار انفرتر شو راح يصير؟ طبعا بالنودل إذا حسبناها بهاي الطريقة نختصرها شو راح يصير؟ 1 زائد RF على R1 في V1. هذا نفسية إذا تلاحظون الفيدباك والR1 أو الRN وين موجود؟ على السالب. والفولتية اللي أنا أريدها اللي هي تكبير، أريدها تكبير الـ VN، شقد تدخل على الموجب؟ راح يصير عندي فرق جهد هنا وتطلع النتيجة شنو؟ نون انفرتر. لكن التكبير وين يعتمد؟ يعتمد على 1 زائد الفاكتور مالتنا، 1 زائد RF على RN، بينما بذاك التكبير كانت قيمته شقد؟ بس RF على RN وبالسالب، لأن الإشارة تنقلب، يعني تدخل موجب ساين يصير ماينس ساين، ما يصير كوساين لانه مو انتجريتر. زين، عندنا فد موضوع مهم بوقت شرحته، قلت لكم اسمه يونيتي فلاور. اليونيتي فلاور او البفر سميناه، سميناه شنو؟ بفر. هذا كل شو ما يسوي لي؟ يعني ينطيني نفس القيمة، يعني شنو فائدته؟ إذا تذكروا ايش قلت لكم؟ قلت لكم البفر يفيدنا بال 7 سيجمنت ديسبلاي، يعني اللي هاي هسه هاي 7 سيجمنت ديسبلاي تعرض لي من 1 إلى 9 اللي هي بيها سبع شاشات. اقدر اعرضها لكم هنا، يعني الساعة الرقمية نفس الساعة الرقمية. نشوف هنا ما موجود. على العموم انه مثلا 7 سيجمنت ديسبلاي نفسيتها نفس. اذا تلاحظون الفي اف شو تساوي؟ نفس الفي ان، اي تغيير ما، يعني اذا دخلت هنا هاي الفي ان منها تدخل. السالب مسوي انا شنو؟ ما دعم منها لهنا، يعني باعتبار انه ار 1 وار اف شنو؟ صفر. يعني هو شو راح يصير؟ 1 زائد ار اف على مساويات واحد، واحد في الـ VN. يعني اذا نطبق مالنا الانفرتر عليها راح تطلع VR تساوي نفس باعتبار شنو؟ الـ R1 والـ RF مساويات صفر. 1 زائد RF على RN اللي هي بهاي القانون، 1 زائد صفر في يعني 1 في VN VR تساوي VN. هذا نفسية فهذا الـ Unity Follower او بفر. بفر يسمونه بفر يونيتي فلاور. هنا أنا ما كاتبين عليه، ما صوروا كاتبين على مو مال بوقت شرحته بالمحاضرة. تسميته بفر. البفر قلنا نفس النات، يعني النات شو تساوي؟ إذا لقيت مال النات أنا أحاول أرسم لكم شيء حتى إذا تذكروني. هي بسيطة لكن انه يعني بعد اشوف شلون انه احاول يلمح بالورق والقلم. زين، هسه نجي على موضوع مهم اللي هي الصاميم. يعني انا اريد اجمع، هي مو اوبريشنال، فهي تجمع لي فولتية. هسه عندنا مثال هذا، ايش يساوي لنا؟ في ار شو يساوي لنا؟ الـ VN الأول في المقاومة الأولى على مقاومة الـ RF على مقاومة على مقاومة الـ R1، V2 على الـ R2. نفس الحالة شوفوا هنا، إذا شوفوا الدائرة هسه هنا هم معطينا أكيد دائرة، إذا حصلنا هاي هنا هنا V1 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا RF على R1 في V1 تطلع لنا، زائد RF على R2 في V2، زائد RF على R3 في VR3، مجموعهم كلهم في إشارة سالب باعتبار شنو؟ هاي الإشارة السالبة كلها حسب القانون يساوي لنا شنو؟ VR. فهذا راح
يجمع لي الإشعاعات. إحنا إذا رتبنا مقاومات يعني محدودة ممكن إنه يصير جمع عادي. يعني مثلا إذا RF تساوي إنه R1، هسه إذا حسبناها RF تساوي إنه R1 وتساوي إنه R2 وتساوي إنه R3، يعني شو راح يصير الناتج؟ واحد، مو واحد في V1، V1 زائد V2 زائد V3، وكلها تنقلب الـ VR شو يساوي لنا؟ مقلوب مجموعها، صحيح؟ زين، فهنا هم منطي مثال ودائما هيك الأسئلة بسيطة تجي دائما هيك الأسئلة. إذا في حالة الـ V1 هيك، الـ V2 هيك، الـ R1 هيك، الـ R2 هيك، هذا في مدخل يعني مو مثلث داخل، جامع هاي الكم ومنطيها مثال. وفي أسئلة وين؟ نهاية الفصل. زين، الانتجريتر شنو؟ الانتجريتر خليه بشرح يدوي يعني بالقلم الواقع افضل، لكن هو قانونه شنو؟ قانونه هو اللي هو شنو؟ هذا واحد على عاسي اللي هو هذا ثابت التكامل، يعتمد على المقاومة والمتسعة في تكامل الـ Vn بالنسبة للزمن. شنو شكل الدائرة هاي؟ شكل الدائرة هاي مقاومة متسعة R C، هو مكتوب R C، هذا شنو؟ انتجريتر. لو انه دخلت هنا نقول ساينويف، ساينويف الاخراج شو يكون؟ تكامل الساين شنو؟ كوساين. اذا سالب راح ينقلب، يعني فقط انه يقلب لي الاشعار لانه ينطيني الناتج. يعني مثلا التكامل نقول الثابت، التكامل الواحد لو انه موجه مربعه تجيني ثابت واحد زيرو واحد زيرو 5 فولت، نقول التكامل الواحد فولت، نقول التكامل الثابت شنو؟ متغير، راح يصير اكس تصعد هيك الموجة تنتهي. اشرح لكم بورقة وقلم افضل. زين، نيجي على من بعد التكامل المفروض تفاوت، مش تبقى الدفرنشال. الدفرنشال شلون تجي؟ طبعا هاي التكامل نفسيته بدي اشرحها، هذا اللي هسه انا قلت لكم انه لو تجيني موجة ثابتة راح تصير متغيرة. هاي المشتقة اللي هي ديفرنشال متسعة لو مقاومة، شنو قانونها؟ خلينا نشوف قانونها. قانونها هو ناقص عاصي مشتقة الفولتية بالنسبة للزمن في ان على في تي، هاي مشتقة عادية عكس التكامل. مشتقة نقول مثلا اكس تربية شو يساوي؟ اكس، اذا الاكس مشتقتها مثل واحد، يعني اذا هي مثلثة المفروض الناتج شو يصير؟ مربع ثابت، صح؟ فمن هذا الباب ايضا بالشرح بعدين ان شاء الله انه نوضح بها اكثر. نكمل الراتب الجديد.